كل سنة بطبيعة الحال كيتم الانفتاح على المدارس، سواء التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي، وذلك الهدف ديال مصالح الوقاية المدنية هي أول تعريف المهام ديالها والتعريف بالوسائل والمعدات التدخل، وكذا تحسيسهم على المخاطر اللي كتكون عندهم، سواء مخاطر منزلية أو مخاطر ديال كالفيضانات، يعني المخاطر الطبيعية، وكذلك المخاطر التكنولوجية. وبهذه المناسبة كيتم عرض للمهام اللي كيقوم به رجل الوقاية المدنية، وكذا التعريف بالمخاطر اللي كتحيط بالإنسان بصفة عامة وبالمواطن بصفة عامة، وبالتالي فكيتم كذلك عرض لكل ما هي آليات ومعدات اللي كتخدم بها أفراد الوقاية المدنية، وذلك في ميدان الإسعاف وميدان الإنقاذ وكذا إخماد الحرائق. ونتمنى من الله عز وجل أنه نكون عند حسن وظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.